الوكالة بالشخصية القانونية وتعطيها الامتيازات تنعطى عادة للجهات الدبلوماسية المعتمدة هون. وهذا من خلال العرض لا تخفى عليكم أهميته في إطار التعاون الدولي وتبادل المعلومات والإصلاحات حول التنمية المستدامة في المجالات ذكرنا. من ضمن أيضا النقاط المدرجة في جدول الأعمال مجلس الوزراء اليوم، مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم شهادة الدروس في السلك الأول من التعليم الثانوي الفني، ومازال معالي وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال راح يقدم لكم توضيحات ضرورية حوله. من ضمن أيضا النقاط المدرجة في جدول أعمال مجلس الوزراء بيان يتعلق بحالة الوكلاء العقدويين للدولة، وبيان يتعلق بإصلاح وضعية اليد العاملة في الموانئ. وحول هذين النقطتين مازال معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة يتقدم لكم أيضا بالتوضيحات الضرورية حول هذين البيانين. بعد ذلك كل واحد من السادة الوزراء توجهوا الأسئلة المتعلقة ببيانات اللي يتقدم بالتوضيحات حولها، ولعاد فما أسئلة خارجة عن هذا نعود نشوفها لاحقا. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. احنا قدمنا اليوم أمام مجلس الوزراء مشروع مرسوم يقضي بإنشاء شهادة الدروس بالنسبة للسلك الأول من التعليم الثانوي الفني. وهذا المشروع يندرج في إطار تنويع العرض بالنسبة للتكوين التقني والمهني. فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز يولي أهمية عالية للنهوض بالتكوين المهني والتقني في بلادنا. لما لهذا التوجه وهذا الاختيار من انعكاسات إيجابية بالنسبة لحاضر ومستقبل أجيال هذا الوطن. من المعروف اليوم عن الدول الكبرى وغيرها من الدول اللي تهتم بمستقبلها وتهتم بخيارات سديدة أنها توجهت أكثر اليوم من الماضي نحو التكوين التقني والمهني. و فخامة رئيس الجمهورية حدل هذا الاختيار من بداية مأموريته، واليوم تعليماته عنه تنعطى له مكانة أكبر في جميع السياسات، وعن الجهود تنصب كلها من أجل جعل من موريتاني نموذج في جودة التكوين التقني والمهني. لأننا نرى أن الحمد لله البلد من الناحية الاقتصادية قد تم إنجاز فيه الكثير، أنجزته هذه الحكومة منذ الحكومات التي تم اختيارها منذ 2009، وتوصلت إلى نتائج مهمة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. ومن المعروف أيضا عن فرص العمل عنها موجودة، غير اللي خصها عن تعود الناس مكونها. اليوم التوجه عن الناس كاملة تعود عارفة عن هذا أنه مهم وعنه مصيري وعنه استراتيجي بالنسبة لبلدنا. ووجه بهذه المناسبة نداء لأباء التلاميذ عنهم يعرفوا عن هذا أنه اختيار مهم، وعن اليوم كون له يعود مفتوح المجال بوقت مبكر لأبنائنا أنهم يعودوا عندهم ثقافة علمية وفنية، واللي منهم قاد يتوجه شور هذا التكوين عنه مفتوح له الأبواب في جميع المستويات
يسوى كيف قلنا التكوين المهني اللي عنده عدة مراحل، يعتعد مرحلة تكوين شهر، يعتعد سنتين، يعتعد 3 سنوات، يعتعد أكثر من ذلك. والتكوين التعليم الفني اللي زاد هو بفضل هذه التوجهات اللي هيعود اليوم اللي هينفسحوا في كل إن شاء الله كل ولاية، كل عاصمة ولاية ثانويات فنية بهاللي هذا البرنامج اللي لا يسمح لأن كيف قلت أنه بصيفة مبكرة يعودوا الأبناء والأولاد يعودوا عندهم ثقافة علمية، ثقافة فنية، واللي منهم عندهم مؤهلات واختيارات وتوجهات شارها يعود يرى الفرصة بالعجلة أنه يتوجه لها، والآفاق اللي تفتح ما لا حدود لها، الفرص موجودة والفرص المالية اللي هي تكثر من اللي مقبلين على مشاريع تنموية كبرى في البلد، واللي خصنا عن يعودوا أبنائنا يقدروا يستفادوا من هذا. يلا نفهمه كاملين ونعود أولوية عندنا. على كل حال الحكومة إن شاء الله جبرت التعليمات من فخامة الرئيس في هذا الصدد، وجميع الوسائل التي تسخر يسوى في البنى التحتية، يسوى في التجهيزات، يسوى في المصادر البشرية، ويسوى في إعادة ومراجعة وتحسين المناهج التربوية، وجميع مكونات اللي تضمن نجاح هذا البرنامج الحكومة لا يضعف ولا يزيد فيه. يخصنا احنا نعود كاملين واعين هذا، وكرر لأن هذا بالغ الأهمية، وعنه خيار سيادي، خيار يضمن الحاضر والمستقبل. موريتانيا الحمد لله قادة تعود عندها ثروة بشرية مكونة ذات قدرة وقدرات عالية، وهذا هو اللي نطمح له، هو هدف هذا التوجه اللي إن شاء الله نشتغل على أساسه. وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله. السؤال الأول يتعلق بدور الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب. في ظل الحديث عن أهمية الشباب وفي ظل الحديث عن سياسة التشغيل، لاحظوا عن هذه الوكالة عنها تعاني في ظل هذا النظام من الإهمال، خاصة إذا قدرنا عن ميزانية هذه الوكالة كانت بداية إنشاء بزمن ولد الطايع 16 مليار، تناقصت بزمن 2006 إلى 2 مليار، بآخر ميزانية لها 2013 كانت 300 مليون فقط، رغم عنها تهتم بشريحة مهمة في ظل الحديث عنها ودية الشباب، وتهتم بمجال مهم واللي قالوا تشغيل لأسباب شنه. السؤال الثاني يتعلق بقضية أهمية التكوين المهني، خاصة في ظل الحديث عن أهمية التكوين المهني، تم إدراج شرح توجيه عدد كبير من الشباب مراكز التكوين المهني في السنوات الأخيرة، وتخرج منها قرابة الآلاف. مصيرهم شنه هاي الآلاف اللي تخرجت مراكز التكوين المهني على عموم التراب الوطني في ظل غياب أي دعم لهاي الخريجين وتوجيههم لولوش مراكز الشغل؟ شكرا. شوف بالنسبة للسؤال الأول، العلة ما هو الأرقام يذكر حد المليارات غير يسوي الحد عنهم شكاسوا وعن شنهي النتائج يقارن السياسات من درجة شنهي عدلت الوكالة السنوات الأخيرة، النتائج واضحة، ما في مقارنة. الوكالة على كل حال آلية عند الحكومة، والوسائل لا حسب البرامج، ما هنا لا وسائل تنطرح وتوف من قال عن مدى اشتغلت منين تعود ميزانيتها في 10 مليارات، عنها معناها أنه مهم، ما هو المهم؟ المهم تعدد برامج تعود هادفة وتعود تنفذ، تسخر لها صار الوسائل ياك تعدل به، والدولة ما قط وعدل برنامج هادف ما وسخروا للوسائل. واليوم قد نقول لك عن كيف قدمنا الأسبوع الماضي خطة عمل نحيلها كلها، راهي فيها توضيحات، فيها ياسر برنامج واسع، وفيه لانا بيج عندها دور، وفيه جميع الهيئات اللي متعلقة بهذا من أجل القيام برامج طموحة وعندها انعكاسات إيجابية مهمة لتشغيل الشباب. بالنسبة للسؤال الثاني، التكوين المهني، الشباب اللي جبروا نقول لك عنه نسبة التشغيل فيه عنها كبيرة، حد تكون ما عنده مشكلة. طبعا يا الله نراهنوا اليوم أكثر وأكثر على الجودة، اللي باش ضمننا الجودة
باش ضمننا عن حد إجبار التكوين عنه لا يجبر عمل، وهذا عمل يعني الأسرة التربوية كاملة، لأنه يعني طبعا الدولة عن طريق مؤسسات التكوين، ويعني أيضا تلاميذ وآباء تلاميذ، وهذا تجسد فيه الناس كاملة وتعود دور للجهود، وهو اللي توجهنا عنا تكويننا يعود تكوين ذا جهود عالي. سيد الوزير، البعض من المراقبين يقولون إن رئيس الجمهورية يعني يتبع سياسة، هو شخصيا اعترف بفشل التعليم النظري والتعليم بالمفهوم التقليدي المتعارف عليه. ألا ترون أنه من الأولى التركيز على إصلاح التعليم بدل افتتاح ثانويات التعليم الفني؟ هل هذه السياسة يعني ترون أنها ستدفع بعجلة التنمية ما دامت الدولة تعترف بأن التعليم التقليدي فاسد ولا تشاهد خطوات عملية لإصلاحه، بينما يتم التركيز على التعليم الفني؟ هل يمكن أن يحل التعليم الفني محل التعليم المتعارف عليه؟ العمل اللي قامت به الحكومات تحت طبقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية كيف قلنا، هذا عمل هادف ولا يجد حد يخلطه حد هو، وفشل الخيارات اللي كانت موجودة في التعليم العام اللي نتيجتها اليوم ظاهر عنها نتيجة أنها خطيرة على المجتمع، وأنها سلبية من اللي راوا عشرات آلاف الشباب اللي مكونين له ما يدوروا سوق العمل، اللي مستواهم في ياسر من الحالات متواضع. هذا هو بل الفشل. يا غير الحكومة دائما بذلت جهود كبيرة فانها يا غير طبعا كيف تعرفوا ان التعليم العام نتيجته ما قدرتش نجبر على سنه ولا سنتين ولا ثلاثه به، اللي سنتين من يا منين خلق فيه تصحيحات خلق فيه اصلاح لا ينجبر نتيجته لا على به اللي سنتين التلميذ من الابتدائيه جاي ولا ينجبر نتيجته لا بصفه ما ليت الشاف في الحين، يا غير نبذل ياسر من المجهود في حاله تعود فيه فم اصلاحات للتعليم العام. فيما يخص التكوين المهني والتعليم التقني، هذا لام المنظومة التكوين بصفة عامة والتعليم بصفة عامة، غير توجه واختيار به اللي مرتبط كيف قلنا بمستقبل، ما هو مرتبط لا أقل، مرتبط بمستقبل البلد. منين ما نمشوا في اختيار تكوين مهني وتقني ونعود عندنا فيه ياسر من الناس مكونين فيه، هذا خطير على مستقبل البلد، ولا هي ملي تعود الاستفادة وفرص التشغيل ما لا يستفادوا منها أبناء هذا الوطن. هذا هو الوسة، هذا الوسة رئيس الجمهورية اختاروا وتوجه له التعليمات عليه وجدد التعليمات بتوجهات واضحة وخيارات، أن هذا يعود توجه قوي ويعود يخلق فيه شيء حقيقة مهم للبلد على مستوى يسمح للناس كاملة والشباب يضمنوا مستقبلهم. السؤال الأول هو على كل المؤسسات التابعة لقطاعكم قطعا معنية كأي مثلا، ما هو كيف أي قطاع آخر معنية بالشباب، بالرغم على أنها كل مثلا الإدارات التابعة لها تدار من طواقم ما هي شبابية، من رأيكم بصدد تغيير هذه الوضعية تماشيا مع تعليمات السيد الرئيس خاصة على نعطي أولوية خاصة للشباب ذو الأيام؟ هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني، شن هي أخبار قانون الميمات الثلاثة خاصة على أنه اكتشف مثلا الخبراء القانونيين على أنه مفصل على غير مقاسنا؟ وأشكركم على الوزير. شكرا. بالنسبة للسؤال الأول، الشباب مكانته اختيار رئيس الجمهورية أعطى قيمة للشباب، هو اللي تحاور مع الشباب وقال عن الشباب مهم وعنه شريك وعنه فاعل في المجتمع وعنه يلا يلعب الدور، لأن هذا فضل عليه يخلق وفضل عليه إن شاء الله تعالى ينفذ. يا غير مولي ما معناها عن لا هي لا من يعود حد هات لي قد انطلاق عليه ذاك لا هي قال له ودعناك المولان، ما هو معناها الأمور تتبع المعايير والوظائف تتبع المواصفات، يلا يعودوا موجودين في الأشخاص وكفاءات وعمل، حد فيه المواصفات وقام بعمله الله لعنه يخدم الوطن، ما يعود ما يفهم منه يلا يبدل الشاب به اللي شاب، ما يعود فهم شاب عنده كفاءة زاد هو عالية وتجربة، مرحبا به وسهلا ومقدم في كل شيء. بالنسبة للسؤال الثاني،
هذا مهم بنكرر ياك يوضح للناس في تحضير هذه النصوص المتعلقه بمجتمع المعلومات الموريتاني والله المتعلقه ب الجريمه السبرانيه. في اطار تحضيرهم الوزاره قد عدلت مسلسل تشاركي، ولكن المسلسل فيه بعض الوثائق انعرضت للناس وورشات وشدت فيها الاخبار. ذيك الوثائق فيها شيء ما هو اللي اليوم لحق المرحله الاخيره من التنقيح، وعاد الناس تتكلم عنه ما هو بعد لا علاقه له بالوثائق اللي هي اللي موجوده عندنا. اولا ثانيا قلت لكم عن فخامه رئيس الجمهوريه قد تختار حريات ضمان الحريات الجماعيه والفرديه في هذا البلد بدون ضغط من اي من حد يصمه، لا من الصحافه ولا من الشارع ولا من اي شيء. وظروفهم اللي ساعة وظروف العالميه ما هي زاد هي فارضه، واختار هذا التوجه وعمل مقتضاه. وتعرفوا عن موريتانيا اليوم انها تحتل الصداره في العالم العربي، وتعرفوا انها تحتل مكان محترم في المستوى العالمي. هذا لا رجعة فيه ولا خالق نص لا يعدل لا يعود يتنافى ويتناقض مع هذه المكاسب الكبيرة المهمة. والنص في حد ذاته قلت لكم عنه إلى عاد فيه، رغم أن اللي يتكلم عنه الناس بعد قاع ما هي النصوص اللي فات. رغم ذلك فخامة رئيس الجمهورية طلع تعليمات لأنه يخرص إلى عاد فيه الشيء كامل اللي قد يعود فيه لبس والله فيه تأويل عنه يتنافى مع ذيك المكاسب لا يتم مراجعته إن شاء الله. وهذا أطمئن الجميع ونختار ما تم تكثر فيه شد الأخبار. أشكركم. بسم الله الرحمن الرحيم. قدمنا اليوم بيانين، بيان الأول يعني الوكلاء مساعدين للدولة. الوكلاء المساعدين للدولة كيف تعرفوا كانت عندهم مشكلة، هي أن القانون 93/09 اللي يسير موظفين للدولة كان يجمعهم مع الموظفين، والقانون اللي من 93 كيف قلت لكم إلى حد الآن مازال ما فات وطبق عليهم بصفة نهائية، اللي فهم تكميلات كانت يلا تعدل ومازالت عالقة إلى ضرق. وأعطانا فخامة الرئيس تعليمات واضحة، أعلنهم يا الله ذا القانون يطبق عليهم، وذا اللي يقل من النقص لأنه يكمل اللي هو تصنيفهم في الأسلاك، ولا يتعدل إن شاء الله من بداية من الأسبوع القابل يصنفوا في الأسلاك. معني هون 1900 من الأشخاص، 1600 منها تشتغل حالا و 300 فاتت قاعدت. ذي الهزمية اللي فاتت قاعدت لا تصحح وضعيتها، لياك تعود تقد تجبر معاشاتها عند الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي به اللي مشات على أساس أعلنها عدلت 35 سنة من الخدمة، وهي ما فات لحقة السن اللي يعود الصندوق عادي قد يعطيها معاشاتها. والألف والستمية الأخرى لا هي تصنف وتنحل مشكلتها بصفة نهائية. هذا من جهة. البيان الثاني يعني اليد العاملة المينائية ذي اللي ينقال له دكارات. دكارات كيف تعرفوا كانوا لا يشتغلوا ولا فهم أي قانون يحدد حقوقهم. الواحد كان لا يتم يرفد زقيب على ظهره إلين ينعطب يقيس بلو إلين يفتر وإلين يتعب وإلين يشيبن يمشي مولي ويقعد ما عنده حق يسوى هو شنو. رئيس الجمهورية محمد عبد العزيز قال على أن هذه الوضعية تصحح، وأعلن ينقبض القانون ويعدل ويسن لهم حقوقهم ويثبت لهم حقوقهم، يعود الواحد يقد يجبر حقوقه بصفة واضحة، ويعود ملي يجبر تأمينه بصفة واضحة، ويجبر معاشه إلين يفتر ويتعب ويشيبن ويمشي رترت يعود ملي عنده كيفة الموظفين كيفة العمال كاملين. إذا هذا هو اللي قدمنا على أساسه البيانات الاثنين. سيد الوزير فيما يتعلق بالقانون المتعلق باليد العاملة دكرات،
هل كان هنالك تنسيق مع الاتحادات والنقابات العمالية حول هذا القانون؟ شكرا. اللي خلق التحركات والنهارات تصلنا على النقابات كاملة وعلى أرباب العمل وجابروا وتوافقوا ونحلت المشكلة اللي كانت مطروحة. وفي الوقت الحالي الأسبوع القابل إن شاء الله فيه بعثة من النقابات وأرباب العمل ووزارة التجهيز ووزارة العمل لها تمشي ولها تزور البلاد المجاورة وتعرف ذا اللي يخلق شورهم هو شنهم وذا هو اللي على أساسه وكونت اليوم لجنة وزارية من الداخلية والتجهيز والعمل ووزارة الصيد والمنطقة الحرة. هذه اللجنة لا يتعكف على إعداد القوانين اللي تضمن لهم حقوقهم إن شاء الله. السؤال الأول يتعلق بأخيرا اتفاقية لعدلة شركة السنين مع العمال غير الدائمين اللي يبدو عليك توجيهها في خان طريس بدأت تطبق على أرض الواقع حتى عن السنين قبلت 200 من ذيك جورنالية على ثلاث مراحل. شنو كان دور الوزارة بذل اتفاقية الخلقة؟ وأين تقع اتفاقية الثانية اللي يبدو على الناس صبحت قالت للسنين لابد من ضمانات على أن احنا في الفترة الجاية لأن عندنا ضمانات نفس الطريقة لأن فما حدين انقصاو يدعوا أنهم انقصاو بطريق ما هي ما يروا علينا صالحة. من دور شنو دوركم انتم في القضية؟ السؤال الثاني يتعلق اسمحوا لي مع الوزير، السؤال الثاني يتعلق ولا يقتصروا يتعلق ما يتعلق ب هاولي لي 1600 اللي ذكرتوا ذكرتم العمال 1600 من دراك كم قبضتوا بعين الاعتبار السن كانوا طبق على الناس كامله الله يفهم ولي شروط تطرحهم قد السن اللي تسمح الانسان فيه. شكرا معي. شكرا. بما يعني قضيه تسنيم يعود واضح لكم كاملين ان القانون حرم اللي قالوا تاشرونا وعدلت لجنة وفيها قطاعنا وفيها الداخلية وفيها القطاعات كاملة المعنية واتصال بسنين والعمال كاملين اللي كانوا يشتغلوا في إطار تأشرونا على مستوى سنين وعدت لهم خطة واضحة ومطبقة حالا وفي مرحلتها النهائية ولا فات عاد حد يقد يقول على حد منهم أنه انقصى والله على أنه ما شملتوا ذيك الوضعية لا هي تقبلهم سنين كاملين ما عدا اللي منهم فاتت عدى سن الستين وهذا بالتوافق سن الخمسين هذا بالتوافق معاهم والناس الأخرى كاملة لها تكون ولها يعدلوا لها امتحانات اللي منها إجبر نتيجة عشرة لا هي تقبضوا حالا واللي إجبر مولي من عند أربعة إلى عشرة لا هي يرجع للتكوين من جديد تشهر وخطة ماضية ومتابعة ولا فيها أي مشكلة. ما علينا المشكلة الأخرى تعني اللي قالوا ليزوكسيليار اللي هم الوكلاء المساعدين هم كيف قلت لكم أعلنها 1600 حالا تشتغل وخالقة 322 فاتت قاعدت ولا عندها رترتها اليوم بها اللي تقاعدت سابق تلحق اللي من الرجال منها سابق يلحقوا 60 سنة والنساء سابق يلحقوا 55 وهذه 60 و55 العليات و60 الرجال قانون اللي يسير صندوق الضمان الاجتماعي ما ينعطى معاش لحد ما فات الحق هاي السن اللي ذا هي وهما نقزوا أصلا مشاو على رترت بيهم اللي لحقوا 35 سنة من الخدمة ذيك ال 300 لا يتصحح قضية وضعيتها ولا يعودوا يتقاضوا معاشاتهم. فضل السيل اللي تطرح نفس اليوم بوصفكم البيانين متعلقين بقضايات من مجموعات مهمشة يعني في إطار العمل يعني مجموعات العاملة في إطار الموانئ والجامعات اللي عمال الباطن يعني كثير. هناك قضية 290 عامل اللي هم الخدمة الخاصة اللي في وزارة المالية جردتهم دون حقوق. ذا البيان اليوم ما طرقت لوضعيتهم هم عندهم كثير من البيانات كثير من الاحتياجات وقالوا حقوقهم يلا تسوى وضعية. هون مولي سؤال عندي سؤال هنا يتعلق بعمال تازيازت 300 عامل قد الحكومة أنها شكلت لجنة مشتركة بين القطاعات المعنية وبين الدولة وبين الشركاء الآخرين اللي ممثلين في الشركة وأن ليتم حل مشكلتهم وأن هذا حتى الآن ما فات رأينا شمل موسى يتعلق بقضيتهم. شكرا معي الوزير. ذوك من مجموعة اللي مطلوقة عليها PNP
ونقول لكم بشرك أعلن رئيس الجمهورية محمد عبد العزيز أعطانا تعليمات أعلن تنقبل خطة واضحة تسوى بها قضية PNP، وأعلننا في دراسة حالا أن يخلقوا الاقتراحات اللي تسوى بهذه القضية لسرس في ما هي ما هم ليزوكسيليار اللي كنت شاهد أخبارهم ليزوكسيليار لسرس في من اللي PNP وقضيتهم لقيد دراسة ولا هي إن شاء الله ينقبلوا فيها إجراءات اللي سووه اللي مهمة بالنسبة للرئيس وأعطانا تعليمات واضحة على أنها تسوى. لسؤالك الثاني يعني قضية تازياز، قضية تازياز ملي يلا تعود واضحة، تازياز شركة وفصلة شمل عمان وطرحوا مشكلتهم والدولة بأهميتها عندهم ما خلاتها قاعة تقبل الطريق القانونية به اللي يا الله يعود خلقت ريكونسيلياسيون وعاقب ذاك ميدياسيون عاقب ذاك تقيس القضاء. الدولة قالت على من القضية يا الله يشرفوا عليها الوزارات المعنية وتسوى وشارفين عليها وشد الأخبار ذلك مع الشركة وفات عدلة اقتراح للعمال وذلك نتحراوا على العمال يعدلوا جواب على الاقتراح اللي معدلهم والقضية متابعة ولا فهم شيء أخر. سيد الوزير طرقت القضية حل مشكلة الدكارات، شنو هو من درها كان هما لا دكارات بور ولا اللي ينطبق الخلق كامل اللي يشتغل نفس الشغلة اللي فهم دكارات يشتغلوا في القطاع في المرس وبلدات ثانية. ثانية كان فهم معيار يحدد طبيعة يحدد تسمية دكار كموظف. شكرا. شكرا. دكار اللي اسمينه هي دكار تنقال لله اليد العاملة في البحر، دكار ما تنقال حد إلى في الدشر، غير بصفة عامة في موريتانيا هنوا ذيبو هنوا كشور. هذا من جهة. السؤال الثاني المعيار اللي قلت له حد لا القانون حالا كيف قلت لكم في البداية أن اللي يلاحظ على أن فيه أنفيد جريدي ما فهمشي يحدد من هو دكار ولا الطريقة اللي الله يعمل بها شنه ولا حقوقه شنه ولا الالتزامات العليه شنه، وهذا اللي له يسنه وله يحده القانون اللي مبارك. وتأكدوا على القضية مهمة بالنسبة للرئيس ولن حد كامل عنده حق يدور لا يجبروا إلى رأي ثمولة. مؤخرا يعني ظهرت أزمة في الميناء ميناء المكشوط على أقل في احتجاج الحمالة، بعض الأوساط المقربة من الدولة ومن النظام تتهم هؤلاء الحمالة بأنهم يعني مستغلون من طرف جهات سياسية معينة على عداء مع النظام، تحاول تسييس ملفهم وإخراجهم من مجال النقابي البحث حتى أن المعارضة حاولت إدخال يدها في هذا الموضوع. والبعض بينما بعض الحمالة يتهم رجال الأعمال بأنهم متواطئون مع الدولة في تجويعهم وهضم حقوقهم. هل ترون أنكم بهذا القانون اليوم يعني استطعتم أن تنهوا هذا الجدل ويعني استطاعت الدولة أن تلبي مطالب الحمالة بشكل نهائي وتقطع الطريق أمام أي استغلال لقضيتهم سواء من الدولة من مقربين من النظام أو من المعارضة؟ الحمالة قضيتهم فات من للشهر وسوان دخلوا اليوم بشي ما هو مطروح. على كل حال هنيئا بعد الدكارات والزوكسيليار دور تعود لاحظت أن مجلس الوزراء كان مجلس الوزراء اجتماعي بامتياز بهدي جبرت فيها ياسر من الفئات اللي كانت عندها مشاكل عالقة تصور الحلولها وقبل فيهم اللي التعليم الفني من عرش آخر لا يعود يبدأ من الناس اللي ناشحة في كونكور لا يتعود عاد قادة توجه شرط التعليم الفني مباشرة لأن هني عندي الفئات اللي هي ما هو دافعكم للتصدر. سؤالي يدور حول حديث الساعة الحين اللي هو الحوار. بالنسبة للرأي العام اللي هو المواطنين ما يجبر قبال ياسر من الأخبار عن اللي يدور، وبوصفكم ناطق باسم الحكومة لا طرف محاور ندوركم تنيروا الرأي العام حول اللي يجري خلال الحوار. شكرا. يجري حوار مستمر والحوار عادة ينعلن عن بدايته ولا عشان نهايته ما هتنعدنته. نحن كحكومة وكأغلبية
بنفس الوتيرة اللي دخلنا بها هذا الحوار، بنفس الاستعداد، بنفس الانفتاح، مصرين على أن نمشوا هذا ما تضمنه خطاب اللي حدد رأي الحكومة ورأي الأغلبية في افتتاح هذا الحوار، مصرين على الدفع بهذا الحوار إلى أبعد مدى، ومصرين على أنه منين تطلع منه نتائج أن نسهر على تطبيقها بالتشاور مع كافة الفرقاء السياسيين، هذا أكدنا ومازلنا مستمرين فيه. مراحل الحوار من هون لين يقرروا الأطراف إعلان ذا كامل دور الله إن قال وقت. مع الوزير لا أسبقتوني أنا مالي نختار نقولني اليوم نرفع القبعة على المعالي وزير الوظيفة العمومية على قضية الدكارات، رانا بعد مرتاحين من ذي اللحظة. هذا ما هو للنشر. السؤال في تسريبات ويكيليكس 2010 ويليام أسانج، هذا معروف، سرب فيما سرب عن موريتانيا أن السفير السابق لفرنسا هنا في نواكشوط امتدح النظام أنذاك 2011. ونحن الآن نشهد أيضا أن ميشيل السفير السابق ميشيل السفير الحالي هو هيرفي بيزانسونو امتدح أيضا النظام وقال أن ليست هنالك مشكلة وقلل من الجهة الأخرى. الآن مساعد الأمين العام للشؤون السياسية امتدح أيضا النظام وقال أنه يمشي في الطريق الصحيح، وهذا طبعا ليس إلا من التوفيق. السؤال، هل أنتم كحكومة تنظرون جادين لإرضاء الخارج أكثر على حساب الداخل ومشكلاته الصعبة والمعقدة؟ شكرا. الاستنتاج من رأيته؟ لا بالعكس، ما هي ظاهرة. احنا حكومة بلد وتعمل بالتوازن. حكومة بلد يهمها بعد قاع أولا رأي العام لبلدها ومواطنينها بهم هم الدائرين فهم، وهم اللي في أي بلد ديمقراطي يقدروا يقرعوها من فهم. وبالتالي الأولوية في أي تحرك وفي أي حسابات سياسية هو للرأي العام الوطني والاعتبارات الوطنية الموريتانية خاصة، رأي العام الدولي والعلاقات الدولية. هذه رواية مهمة ولا يمكن أن نتغاضى عنها، ونحن ما معزولين ولا نمشي سيارة معزولة. نحن في بلد في عالم مترابط متشابك علاقات كاملة، ما نقال لكم غير سياساتنا الوطنية تحددها اعتباراتنا الوطنية أولا وأخيرا. وأعتقد أن هذا الذي ذكرته إن صح فهو مصدر اعتزاز لهذا، يعود الناس كاملة ان شركائنا كاملين راضين عنا وعلاقاتنا انها بالتالي، واعتقد ان الاغلبيه الغالبه من مواطنينا هم اللي راضي عنا، وهذا هو المهم. الحوار اتوقع معلقين جلساته من يوم الثلاثاء الماضي، كل الاطراف او الاطراف المعارضه على الاقل وبعض الوسائط الاخرى تقول ان اللي قالوا المتحاورين من يوم الثلاثاء اخر النهار معلقوا جلساتهم للتشاور مع قياداتهم وما اجتمعوا حتى الان. مني كلها ماني عارف تعليق، معني عالم تعليق الجلسات الحوار. تعليق في المفاوضات في وقت المفاوضات عنده معناه وعنده دلالاته ولاني عالم به، غير تعليق الحوار ماخلك وإنهاء الحوار ماخلك، وتو هو اللي عندي نقدر نقوله. السادة الوزراء كلهم اللي يقولون أنهم جبروا تعليمات من الرئيس، كثروا من التعليمات من الرئيس، ولا قالوا أنهم قاعد تأخذهم مبادرة فش من درنتم الحوار كانكم مجبر تعليمات من الرئيس بخصوص مطالب المعارضة بالتمديد فترة الحوار بتمديد لأجال الانتخابات بأشياء من هذا القبيل. هذا السؤال الأول. ورانا نعرف قاع عن الحوار ما توقف يا أمس الناس كانت خلاص ماتش ريال مدريد بارسلون قدوا ذاك ولي حصاركم عن الحوار في المنطقة وبعض دولة جارة قلت فيها اليوم انتخابات وكل شيء عاد فاصل في تجديد الطبقة السياسية. من درا شنو رايكم في ذاك الموضوع انتم كحكومه موريتانيه معني يبدو الجوار وبالاتحاد الافريقي؟ شكرا جزيلا. بالنسبه للسؤال الاول، انا ما نعرف انتم منين تستقوا معلوماتكم حول الحوار. انا ماني عالم مطالب المعارضه فات طرحتها علينا تتعلق باللي قلته، انا عالم بها. ومنين تفوت تخرج؟ نحن كحكومه واغلبيه بقياده رئيس الجمهوريه
رئيس الجمهورية يعطي توجيهات ويعطي تعليمات للحكومة ويعطيها الأغلبية، وهذا يتم في كل ديمقراطيات العالم، وهو من يجسد الدولة طبقا للدستور اللي يحكمنا جميعا وعدلناه بالتراضي. وبالتالي نحن بعد ما مجعرنا يعني إجبرنا تعليمات من جهته، وعادة تعليمات وجيهة وحكيمة وتخدم الصالح العام، ومنين تراول هاش قال خلوها على المعارضة لا تولاها صحافة تعود خلوها للخطة الأخرين. موقف رئيس الجمهورية من قضية تجديد الطبقة السياسية في موريتانيا موقف واضح، وله تجديد وظاهر لنا تجديد رواية يلا تطبع السياسة الوطنية كاملة وهي طبيعة الأشياء، وإلى عاد قد توافر ظروف معينة لعرقلة تجدد سواء في الطبقة السياسية وسواء في باقي الطبقات وتشكيلات المجتمع الموريتاني، فهي ظروف عابرة، وسياسة الحكومة وسياسة رئيس الجمهورية تقتضي تجاوز ذيك العقبات من أجل كل رجاج يقبل موقعه الوطني في زمنه الوطني المناسب. هذا يعني البلد، ما يعني الدول الأخرى لها خصوصياتها وش يعنيها هي، وكل بلد عنده 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 ذاك اللي يعني، وأهلهم وهم الأولى بالكلام عنه، ما هو إحنا نتكلم ولا عن ما يجري هون، ونحترم علاقاتنا والدول الأخرى ذاك اللي ظاهر لها. مؤخرا بتعليمات من رئيس الجمهورية تم افتتاح سفارة موريتانية في أنغولا، والغريب أن هذا المطلب كان مطروحا من قبل العديد من المواطنين في تلك الدولة، ولكن لاحظنا خلال الأيام الموالية لهذا القرار موجة من الانتقادات في المواقع الإلكترونية من جهات معارضة للنظام تعتبر أنه يحاول يعني بين ظفرين تجفيف منابعي يعني جهات سياسية معارضة له من الخارج. السؤال المطروح، هل فعلا هذا هو الهدف من افتتاح السفارة؟ سؤال الآخر، هناك مواطنين موريتانيين تم الحديث عن اعتقالهم في هذه الدولة منذ أيام، وتحديدا هناك أيضا مواطن موريتاني أظن اسمه سيد محمد ولد الطفيل إذا لم يكن مخطئا، تحدثت أسرته عن اعتقاله في دولة الكونغو وقالت أنه اعتقل بطريقة غير قانونية. أنتم كحكومة موريتانية هل أنتم على علم بما يجري للمواطنين في الخارج؟ هل تحاولون حل مشاكلهم؟ لأنه يفترض حتى لو كانوا مجرمين يفترض أن توفروا لهم يعني الدعم القانوني وتبحثوا عن حل لمشاكلهم. السفارة في أنغولا دوافع لا تخفى على أحد بحكم وجود جالية موريتانية كبيرة فهم بحكم أهمية الجالية لديه ويسهمها في الاقتصاد الوطني، وهذا ما يحتاج تبرير ولا يرتبط. ونحن ما عندنا مشكلة مع الجهة ولا نسعى إلى تجفيف منابع شيسو شنو ولا ذاك فهم يخلل أهله. النقطة الثانية المتعلقة بسؤالكم الثاني، احنا نتابع بدقة، وزارة الخارجية والقنصليات والسفارات تتابع بدقة ومشاكل الموريتانيين كاملين. يقر هذه أحداث يومية تدور في كل دول العالم، ولا هي موضوع حدث سياسي ينطرح في مكان ذكي هما ولين تعود ثم الصحافة تعرفوا طبيعة الحدث إعلاميا. معناها أن اعتقال مواطن رواية تخص سفارة تخص قنصلية، إلين يفوت يتخطى حدود الاعتياد يعود عاد خارج عن حدود الاعتياد، تعود عنده أسباب أخرى والله مؤثرة والله 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 نتائج أخرى والله، هذا هو يساعد يسور عنه يقير من عودة. لا مواطن وقفته بوليس ولا أجبر مشكلة عادي والله متبارك معاه السفارة لا يتحل مشكلة والله، هذا هو مو حدث سياسي ينطرحون بامتياز هذه الأمور اليومية وعلى أهميتها عند أهلها اللي متباركين معاها، ولا يقد بعد وزير في الحكومة يعود يلقطها لكم كاملة ما هو العادة لا يعود همشي خاص بها غير بعد متابعة من طرف الجهات المختصة في الدولة، ومنين يفوت يخلق شي مالك والله ينم عن شي مالك ويعود حق المحاسبة عدوار. ما يتعلق بالحوار، الأغلبية رافضة قضية تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة ائتلاف وطنية، والمعارضة رافضة للدخول في الانتخابات إلى ما أجلت وعدت حكومة ائتلاف وطنية. من ترى على ماذا يتم الحوار؟ في لقاء البارحة للشيخ محمد الحسن ولد الدو مع قناة المراهقون، وصف هذا اللقاء في وسائل التواصل الاجتماعي بأنه
انه رد على اللقاء اللي نظمت اذاعه موريتانيا وقناه سنقيط وتأطير رسمي. وصف نفسه في هذا اللقاء برئيس جمعيه المستقبل المحلوله، وقال فيما قال انه يأمل ان تتراجع الدوله عن حل الجمعيه. هل الدوله ستتراجع عن حل الجمعيه ام ان الامر متروك للقضاء؟ هذا من ناحيه. الناحيه الثانيه، قال الشيخ محمد الحسن ولد الدلو ان وزاره الداخليه على علم بالتغييرات التي حصلت على الجمعيه في هياكلها وفي تسميتها، ما ردكم على هذا القول؟ هذه السيره كامله احنا ردينا عليها هون، ولا داعي لتكرار الرد، وبالتالي بالامكان الرجوع الى اجاباتنا الماضيه، لانها كانت رد على نفس مدي الدعاوى في ذاك الميدان. ملاحظ مؤخرا على ان فخامه رئيس الجمهوريه التقى بحركات غير مرخصه، بل البعض منها محظور، وفي نفس الوقت اعلن انحلت جمعيات نتيجه اعلنها عندها اخطاء قانونيه. اعطيني امثله على ذلك. تقع بحركات محظوره. حركه ايراء او حركه يعني لا تلمس جنسيتي او ما الى ذلك، هذه كلها حركات غير مرخصه. وقع ما قام رئيس الجمهوريه. نعم، التقى بلا تلمس جنسيتي الاسبوع قبل الماضي. رئيس الجمهورية يلقى مواطنين موريتانيين بصفاتهم الشخصية، وهذا هو بصفاتهم الرسمية منين تعود موجودة، وصفات أخرى هذه أي منظمات محظورة أو غير قانونية. رئيس الجمهورية ما يلقى الناس ما هي بصفات قانونية، يقير قد يلقى مواطنين عاديين وقت يقاولهم ولاقي مواطنين عاديين ومن يمرقهم ويبقوا يوصفوا رسم به الصوبي. مع الوزير محمد الراضي المامي إذاعة كوباني المستقلة، خصوصا كوبانين إذا ذكرت، احنا كنا نتحراوكم مرحبين بكم، دوركم تجونا بزيارة كنتم عدلين من درايا، كان إلى جبرتوا فرصة كانكم لا يتجونا، رانا بعد مرحبين بكم. شكرا جزيلا. فعلا ذاك برنامج عند الوزارة هون، إن شاء الله هون شوفوا كيف الزيارات اللي عدلنا قنوات تلفزيونية، إن مبرمجين إن شاء الله إن نعدلوا زيارة إن شاء الله للقنوات الإذاعية، والاطلاع عليها والاطلاع على وضعها، ونشوفوا لقاء معها كيف عدلنا مع القنوات التلفزيونيه. برنامج كنا نبدوه كل مره يتاخر شوي لاسباب خارجه عن ارادتنا، غير بعد ان شاء الله ذاك البرنامج. وفعلا والهيئات كامل اللي في القطاع، سواء المؤسسه تخمين الراوه كامله، ونفتح معها نقاشات حول واقع الاعلام، واقع الاتصال، واقع الصحافه ككل. وزير السؤال قد عود ماني قابل اخباره، نبقى نجبر اخباره. سؤال يتعلق بالحوار، سمحوني اللي رجعناك شو على في فترة 21 أبريل، من درا معي الوزير لاش تشكال في حالة تم الحوار مستمر لي الفترة، من درا كانوا قد يستمر ما بعد 21 أبريل اللي دستوري، كان فم نبقوش تشكال توي، كان فم عرقلة بسكم قانوني، كان فم حوار قد يمتد ما بعد 21 أبريل إن شاء الله. شكرا. 21 أبريل كحد أقصى لاستدعاء الناخبين، هذا جد دستوري ولا دخل لنا كحكومة ولا 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 كأغلبية فيه، وأجاد دستورية جات ما هو إحنا اللي حددها، ولا هو نحن اللي يتحكم فيها يقاعسها الله يسببها الله نهائيا. الحوار رواية أخرى، مستمر إلى حد الساعة مستمر، وتوف وهلو يناقشوا شي من الأمور وتبادلوا الاقتراحات، وقدمنا فيه اقتراحاتنا ومازلنا ننتظر نجبر الردود عليك الاقتراحات، ولأن بعد نحن هما عجل رجلي ذيك الأجال الصد الدستورية، وذيك الأمور الأخرى المتعلقة بذيك المسطرة، ذيك أمور محددة بالدستور ومحددة بالقوانين، ولا نملك حق أن نغيرها، ولا ظهر لي ملال أنها قاعة أنها هي اللي لا يتعاقب بين اثنين، ما هي بهدي هي رواية محل إجماع الأمة الموريتانية ومنصوصة في دستورها، وتأجيل ذاك اليوم ذاك هو خارق مطالب بين الموريتاني تنشاف أمور السياسة، الحديث عنها من يتقدم فيها الشيء عادي، الله يجيكم يدور يجيكم في وقته، وربما من الأطراف كاملة، والآخر رواية بعد نحن كحكومة ما هي بيدينا. شكرا جزيلا.